للاطلاع أكثر حول مسار هذه المعلومات ومسار الحفر وما إذا كان فعلا لا وجود للغاز في البلوك رقم 9، ينضم إلينا عبر زوم الخبير في شؤون النفط والغاز الدكتور شربل سكاف. صباح الخير. صباح الخير إليك وللمشاهدين. يعني اليوم استمعت معنا لهذا المقال الذي ذكرته صحيفة الجمهورية، امبارح وزير الطاقة أشار إلى أنه لا معلومات نهائية حول هذا الأمر ونحن بانتظار التقرير، ولكن اليوم كل المعلومات تؤكد أو بالأحرى ما نشر في الإعلام يقول بأنه البئر التي تم حفرها لا غاز فيها حتى هذه الساعة. ماذا يعني هذا الأمر اليوم؟ يعني هل هذا يفقد الأمل، يضائل الأمل؟ هل هذا يعني أنه موضوع الغاز صار ورانا؟ أنه اليوم كل الأمال كانت معلقة على هذا البئر، كل الأمال كانت معلقة على هذا الغاز الذي سينقذ لبنان من أزمته الاقتصادية. اليوم يعني أول شيء بقراءة علمية، كيف يترجم ما روج اليوم في الإعلام وما هي الحلول للبحث مجددا عن الغاز؟ يعني بانتظار تأكيد أو نفي المعلومات أو بانتظار البيان الرسمي الذي سيصدر عن شركة توتال لتأكيد أو نفي ما ذكرته صحيفة الجمهورية. أولا أنا بدي أكد على مجموعة عوامل هي بتشكل ثابت العلم الأكيد. نحن كنا عم نحفر بمكمن محتمل بحق القانا. هلا كل الدراسات الزلزالية كانت تشير بشكل واضح إلى احتمال عالي لوجود الغاز والنفط في هذا المكمن، هيدا من ميلة. من ميلة تاني، معظم الاكتشافات التجارية هي حصلت في المنطقة الجنوبية من الشرق المتوسط، يعني كان بفلسطين، كان بقبرص او كان بمصر. فاذا من المنطقي كان ومن البديهي انه يكون وكون لبنان يتشارك مع هذه الدول بنفس الطبقات الترسبيه، من المنطقي ومن البديهي انه لاقي غاز. هلا في حال بالبئر الاول بالبلوك رقم 9 ما لقينا غاز، مش معناتها هيدي نهايه المطاف، لانه نحن يعني المشكل ستنا الكريمه بلبنان قد ما نحن فعلا يعني بحاجه لبصيص امل، بنحط كل املنا من على اول بير، مثل ما حصل بالبلوك رقم 4. اليوم البلوك رقم 9 هو بلوك مساحته تزيد عن 1600 كيلومتر مربع، ونحن بنعرف من الناحيه العلميه انه حفر البئر بيعطيك فكره حوالي 50 كيلومتر حوالي. يعني اللي بدي اقوله انا بشكل مبسط، اذا ما لقينا غاز باول بير مش معناته انه البلوك رقم 9 ما فيه غاز. هلا يبقى السؤال الاهم، هل توتال عندها قابليه لحتى تحفر بئر ثانيه وبئر ثالث استكشافي؟ هون السؤال الاصعب، وهون اكيد كمان هيدا مرتبط بالعوامل السياسيه والجيوبوليتيك اللي محيطه فينا. طب السؤال الثاني اليوم، يعني مثل ما قالت اليوم نحن بانتظار اعلان رسمي من الدوله اللبنانيه عما اذا كان هناك يوجد غاز ام لا في هذه البئر. مثل ما عم تقول حضرتك انه اليوم هذه بتعطي اشاره لمحيط 50 كيلومتر، ولكن هذه البئر اكبر، هذا البلوك اكبر بكثير. بس اليوم توتال نحن اليوم واقعين معه على حفر بئر واحد، اليوم فيما لو تبين انه لا غاز في هذه البئر، هل هذا يعني انه هذا الملف تم ترحيله على الاقل الى عام بعد الان، وبالتالي نحن غرقانين بس بالبحر بالسباحة من هون لسنة؟ يعني الموجة تبع توتال قامت بمرحلة الاستكشاف الأولى، بمرحلة الاستكشاف الثانية ممكن كمان توتال تحفر بير ثاني. هلا هالشيء كله سوا بيرجع كمان لموضوع علاقة لبنان بفرنسا وبشركة توتال، لأنه كمان نحن بنعرف يعني موضوع التقدم من البلوكات اللبنانية وخاصة من شركة توتال منه بس موضوع هو ربحية مالية بحتة، إنما كمان هو يعكس حضور فرنسا التاريخي بلبنان وبشرق المتوسط. ونحن نعرف أنه تحالف توتال أني وقطر للطاقة هو أيضا موجود بمصر وأيضا موجود بأبرس. وما بدنا ننسى كمان أنه هالتحالف هيدا قدم على بلوكات رقم 8 و10 قبل إقفال دورة الترخيص الثانية. فإذا هلا على الأكيد أنا يلي في أجزم فيه أنه لن يكون حفر قريب. إذا فعلا الأول بير طلع أنه ما في كمية تجارية، من المؤكد أنه لن يكون هنالك من حفر قريب في البلوك رقم 9، وهيدا بده يكون كمان حافز للطبقة السياسية لتباشر فورا بالإصلاحات يلي لازم لحتى تعيد انتظام أكان لمالية الدولة أو أكان للمالية العامة بلبنان. يعني نحن من الأساس كنا عم نقول بدنا نفصل مسار الاستكشاف عن النفط والغاز عن موضوع الاقتصاد اللبناني. الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى إصلاحات بنيوية تعد له عافيته، من موضوع هيكلة المصارف لموضوع إيجاد حل للعجز بالميزانية الدولة لموضوع الكابيتال كنترول إلى آخره. بيجي موضوع الغاز والنفط هو زيت على زيتون بالنسبة للإصلاحات، إنما الرهان فقط على الغاز لحل مشاكلنا المالية هو كان من الأساس ضربة من السراب.
نعم، يعني مثل ما بيقولوا المصائب لا تأتي فرادة، على أمل أن تكون هذه النقطة لا تعني بأن لا وجود حتمي للغاز في لبنان. بكل الأحوال الدكتور شربلسكيف أشكرك على هذه المداخلة وعلى هذا التوضيح.